السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس الذي من خلاله سوف نتكلم على موضوع كيف نقوم بإنشاء نسخة احتياطية من هاتفنا الأندرويد ونقوم بالاحتفاظ بها حتى ولو حصل مشكل للهاتف أو قمنا بتغيير هاتف آخر، فيمكننا استعادة جميع المحتويات التي لدينا من فيديوهات والصور وكل شيء. أول نقطة مشاهدينا أو الطريقة الأولى أو آتي الطريقة، سوف نبدأ بالذهاب إلى الإعدادات ونقوم ب يعني اختيار أو كتابة النسخة باك أب بالإنجليزية. سوف يأتينا اختيار الأول ويقول لنا اختار، يعني نقوم باختيار موبايل ديفايس أو كمبيوتر أو الحاسوب، يعني نقوم بإنشاء. نعم، يقول لنا سوف ننشئ نسخة احتياطية ويمكنك وضعها على جهازك الحاسوب من خلال USB. طبعا الآن يقوم بحساب الـ يعني الـ حجم كل من الصور وكذلك الرسائل والفيديوهات ويعني التطبيقات وأشياء أخرى. نختار ما هي الأشياء التي نريد إنشاء نسخة احتياطية عليها، نقوم بالتحديد ثم نضغط على فقط على باك اب، وسوف مشاهدينا يقوم بإنشاء مجلد هو أوتوماتيكيا، ثم نجدها في الإعدادات أو عفوا في الفايل مانجر. نذهب إلى المجلدات ونبحث على فايل مسمى بميوي هذا، نعم، ونلاحظ الباك اب يعني الذي قام به بإنشائه أوتوماتيكيا بأفضل طريقة وب يعني في متناول الجميع مشاهدينا. كان هذا هو الدرس لنهار اليوم، كيف نقوم بإنشاء نسخة احتياطية لهاتفنا الأندرويد، وفي حالة ضياع الهاتف أو يعني حصل له مشكل أو قمنا بتغيير هاتف آخر يمكننا وضعها جميع يعني النسخة التي لدينا. كان هذا الدرس مشاهدينا، نتمنى أن نلتقي في فرص أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.